إيران تحرك منظوماتها الصاروخية بشكل مكثف من أجل الإعداد لساعة الصفر للانتقام مما فعلته إسرائيل تجاه القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق مؤخرا. هذه التحركات الصاروخية تحدثت عنها مصادر إيرانية مهمة مثل إيران سبكتيتر وكذلك إيران أوبزيرفر، الذين وطبعا هذه المصادر نشرت هذا المقطع المصور لأحد السائقين في الداخل الإيراني وهو يصور إحدى المنظومات الدفاعية الإيرانية وهي تتحرك بهذا الشكل. إيران سبكتيتر ذكرت بشكل واضح بأن المئات من هذه المنظومات تنتشر وتتحرك في الداخل الإيراني وتتوزع على العديد من المحافظات وعلى العديد من النقاط، وهذه المنظومة التي رأيناها هي منظومة خرداد 3 الإيرانية. إذا ما أكدنا أو حاولنا أن نتأكد من ذلك ستلاحظ بأن الجزء الأمامي من هذه المنظومة متطابق. إذا ما اقتربنا من هذا الجزء الأمامي ستلاحظ هنا هذا الجزء وهذا الجزء، تلاحظ بأنها متطابقة من ناحية شكل الشباك الباب وغيرها، كل شيء متطابق. كذلك ستلاحظ أن الجزء المتوسط والجزء الأخير أو الجزء الآخر من هذه المنظومة ستلاحظ من خلاله بأن هنالك سلم وكذلك نقاط للتهوية واضحة هنا وكذلك شكل هندسي متقارب ومتطابق لشكل هذه المنظومة، منظومة خرداد 3. لاحظ هنا هذه وهذه، طبعا المنظومة التي ظهرت في المقطع المصور الذي نتحدث عنه اليوم تلاحظ نفس السلم هنا ونفس نقاط التهوية طبعا حاضرة في الجزء المتوسط والجزء الأخير أو الخلفي لهذه المنظومة. ترى أن كل شيء متطابق فعلا، وهذا يوضح بأننا أمام تحرك واضح لهذه المنظومات وهي خرداد 3. هي منظومة دفاعية صاروخية إيرانية معروفة. هذه المنظومة في حقيقة الأمر يصل مدى صواريخها إلى 75 كيلومترا، تستطيع من ضرب أهدافها على ارتفاع 27 إلى 30 كيلومترا، بالإضافة إلى أنها قادرة على مواجهة المقاتلات، تضرب مقاتلات عسكرية، مروحيات، قاذفات للقنابل، طائرات تكتيكية، طائرات مسيرة، بالإضافة إلى المروحيات طائرات مسيرة أيضا وكذلك صواريخ الكروز. والأهم من ذلك بأن هذه المنظومة تستطيع من القتال في ظل ظروف الحروب الإلكترونية بفاعلية عالية للغاية، كذلك هي تستطيع أن تشتبك مع أكثر من هدف في ذات الوقت، أي أنها تستطيع من الاشتباك على سبيل المثال مع 4 أهداف، بالإضافة إلى إطلاق 8 صواريخ من صواريخ الصياد الإيرانية المتطورة للغاية في آن واحد. بالتالي هذه المنظومة ليست عادية أبدا. انتشار هذه المنظومات الآن هو يأتي متزامنا مع تصعيد في التشويش بالنسبة لإيران بشكل أكبر مما ظهر الأسبوع الماضي. إذا ما لاحظنا هنا على سبيل المثال فإن هنالك 3 نقاط موجودة في الداخل الإيراني بحسب الجي بي اس جامينج في 3 أبريل، هذا والثالث من أبريل الأسبوع الماضي. تلاحظ بأننا يجب أن نركز هنا طبعا على أصفهان ولنأخذ اللون الأحمر لنتأكد من هذه المسألة. تلاحظ بأن الأسبوع الماضي أصفهان لم يكن هنالك أي تشويش عليها، وهنا يتواجد مفاعل نتنز النووي، وكذلك تلاحظ طهران أن هنالك نوع من التشويش باللون الأخضر، وتلاحظ أيضا شمال غرب إيران فيها أيضا عمليات تشويش حاضرة في هذه المنطقة. كل هذا التشويش أصبح أكبر في 24 ساعة الماضية. ستلاحظ هنا قبل وهنا 6 أبريل، لاحظ التغير الذي ظهر هنا، لاحظ هنا أصفهان تحديدا كيف أن التشويش قد ازداد على أصفهان وعلى المفاعل النووي، كذلك نتنز الموجود في هذه المنطقة. تلاحظ طهران ازداد التشويش فيها، وكذلك تلاحظ التشويش أصبح على مستوى أعلى، أصبح باللون الأصفر وباللون الأحمر، وهذه المنطقة هي تعتبر منطقة خطيرة بسبب منظومات صاروخية أو قواعد صاروخية عفوا موجودة في هذه المنطقة، ممكن أن تهدد إقليم كردستان في ظل كل هذه التطورات التصعيدية التي نرى. بالتالي كل شيء أصبح خطيرا فعلا كما نلاحظ هنا قبل وهنا بعد. لاحظ إذن التشويش أيضا يتصاعد، وهذه كلها علامات على أن إيران تعد فعلا لضربة مباشرة على إسرائيل أو على أهداف إسرائيلية موجودة في هذه المنطقة. هذه التطورات على الأرض والتطورات الميدانية هي تأتي في ظل تصريحات مستمرة من قبل الجانب الإيراني. على سبيل المثال اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني قال بأن سيكون هنالك عقاب
قاسيا وكذلك درس للعبرة بالنسبة لإسرائيل وما فعلته على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، كذلك بأن مستشار المرشد الأعلى الإيراني وهو يحيى صفوي، هذا الرجل كانت له أيضا تصريحات اليوم، قال لم تعد أي من السفارات الإسرائيلية آمنة بعد الآن. وكذلك كانت هنالك تصريحات اليوم لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال بأن طهران سترد وتعاقب المجرمين، وتحدث أيضا عن مسألة تحركات قانونية ودولية ضد إسرائيل. وهذه التصريحات الإيرانية قادمة في ظل أيضا تقارير شهدناها في 48 ساعة الماضية من الأوساط الأمريكية مثل CBS نيوز الأمريكية والCNN الأمريكية، أكدت بأن إيران فعلا تعد لضربة قادمة على الجانب الإسرائيلي انتقاما لما جرى في دمشق. وكذلك أن وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم يوآف جالانت قال بأن إسرائيل أكملت إعداداتها لمواجهة أي سيناريو ممكن تخطط له إيران في عملية الانتقام لما جرى على القنصلية الإيرانية. أيضا يجب أن ننتبه إلى المؤشرات الاقتصادية التي تعطي فكرة أيضا بأن فعلا هنالك عمل عسكري محتمل من قبل إيران على إسرائيل. إذا ما لاحظنا على سبيل المثال أسعار النفط الخام ارتفعت إلى تقريبا 91 دولارا، الذهب وصل إلى أعلى مستوياته، وكذلك أيضا تلاحظ أن الدولار أمام الريال الإيراني أو التومان الإيراني قد أصبح أقوى بكثير. تلاحظ هنا بأن أعلى رقم وصل له الدولار هو 650 ألفا من الريال الإيراني بحسب إيران إنترناشونال. الآن الدولار الأمريكي الواحد أصبح يساوي 653 ألفا من الريال الإيراني، بالتالي كل شيء يرتفع وكل هذه مؤشرات بأن هنالك عمل فعلا قادم وتخطط إيران لشيء كبير في هذه المنطقة. بالتالي إذا وضعنا كل شيء على الخارطة لكي نرى ما الذي يجري الآن، لاحظنا بأن هنالك منظومات دفاعية انتشرت في المنطقة من خردات ثلاثة، وكذلك لاحظنا عمليات التشويش الكبيرة الموجودة في المناطق الوسطى أصفهان طهران وكذلك أيضا إلى شمال غرب إيران. كل هذا يوضح بأن إيران فعلا تعد لعملية استهداف، قد يكون هذا الاستهداف مباشر على الجانب الإسرائيلي أو قد يكون على عدد من الأهداف الموجودة في المنطقة. وهنا إيران واضح جدا بأنها تعد لردة الفعل الإسرائيلية بعد الضربة الإيرانية، هي تستعد دفاعيا، وهذا طبعا يوضح بأن إيران فعلا تعد إلى ضربة ليست بالعادية وليست شكلية، أي أنها تعد لضربة ستستفز الجانب الإسرائيلي وقد تستفز حتى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يدفع إسرائيل بأن تقوم بهجوم مضاد لتحاول أن ترد على الضربة الإيرانية. وبالتالي إيران نشرت منظوماتها الدفاعية، شوشت على GPS AIS وغيرها الموجودة هنا أيضا في الخليج العربي، وبالتالي ستكون حاضرة لعملية الدفاع عن منشآتها النووية، منشآتها العسكرية، وكذلك المقرات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني لأي ردة فعل محتملة. الولايات المتحدة الأمريكية بحسب CNN أو CBS نيوز الأمريكية أكدت بأن ليس هنالك توقعا أو حسابات من قبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من أن إيران ستستهدف القوات الأمريكية إن كانت في العراق أو إن كانت في سوريا، بل أن الاستهداف سيكون مباشرا على إسرائيل. وإن كان هنالك استهدافا مباشرا على إسرائيل كما تحدثت هذه المصادر الأمريكية، فإنها ستكون متجهة تجاه المواقع العسكرية والمواقع الاستخبارية، لن تكون باتجاه المواقع المدنية في إسرائيل. ولكن أيضا هذه التقديرات أكدت بأن هذا الاستهداف محتمل جدا أن يكون حتى نهاية شهر رمضان. اقتربنا كثيرا من نهاية شهر رمضان، اليومين القادمين هي الأيام الأخيرة، وبالتالي حتى الساعة الأخيرة من شهر رمضان كل شيء ممكن أن يكون قادما من الجانب الإيراني بحسب هذه التقديرات الأمريكية وحتى التقديرات الإسرائيلية أيضا التي ترى أن هذه الضربة فعلا قادمة. ولا بد من التركيز على يوم غد 8 أبريل، لأن 8 أبريل يمثل بالنسبة لإيران هو اليوم النووي الوطني الخاص بإيران، والرد النووي طبعا محتمل جدا بالنسبة للجانب الإيراني خاصة يوم غد. ننتظر ونرى، لأن إيران تعلم تماما بأنها من الممكن جدا واحدة من الردود التي تقوم بها هي تسرع
تخصيب اليورانيوم، وليس رفع تخصيب اليورانيوم لأن هذا أمر خطير، أو أن تضيف أجهزة طرد مركزية إضافية مع تسريع التخصيب، هو الذي سيمكن إيران في نهاية المطاف إلى زيادة الخزين من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% أو حتى بنسبة 20%، أمر سيزعج طبعا إسرائيل وسيزعج الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى أن تصريحاتهم تركز الآن على السفارات، كما شهدنا من تصريحات صفوي المستشار الخاص بالمرشد الأعلى الإيراني، هدد السفارات، قال السفارات الإسرائيلية لم تعد آمنة في المنطقة، بالتالي من الممكن أي سفارة أي قنصلية إسرائيلية موجودة في منطقة الشرق الأوسط ممكن جدا أن تستهدف. جيسون بروتسكي أحد أهم الخبراء بالشأن الإيراني وجد ببساطة بأن من الممكن جدا أن يكون الاستهداف قادما على مملكة البحرين، على السفارة الإسرائيلية الموجودة في مملكة البحرين، وهذا يعود لأسباب وجدها بأنها منطقية، وذلك لأن ليست هنالك علاقات دبلوماسية مكتملة مع الجانب الإيراني، كذلك أن البحرين طبعت مع إسرائيل، شاركت في عمليات بيسايدن آرشر ضد جماعة الحوثي، دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في عدد من موجات الضربات، وبأن البحرين لم تدفع الثمن من وجهة نظر جماعة الحوثي أو حتى الجانب الإيراني، بالتالي محتمل جدا أن تكون البحرين إحدى الأهداف، أو أي من السفارات الموجودة في المنطقة، قد تكون البحرين مقارنة بالإمارات العربية المتحدة، لأن الإمارات العربية المتحدة لديها تبادل للعلاقات، علاقات مهمة بينها وبين الجانب الإيراني، بالتالي الترشيحات تذهب لهذه المنطقة. ولكن يجب أن نتذكر أن الأسطول الأمريكي الخامس حاضر وبقوة في البحرين، هنالك منظومات دفاعية قوية بشكل عام، منظومات دفاعية قوية موجودة في المنطقة للتصدي لهجمات محتملة من قبل الجانب الإيراني، وتبقى طبعا الأرض الرخوة بالنسبة لإيران هي إقليمي كردستان، وأن تقوم باستهداف مثلا على مقرات تقول بأنها مقرات للموساد، ممكن أن تكون استهدافات على مقرات الموساد بالدرجة الأساس كما تقول طبعا إيران وتدعي على إقليمي كردستان، وكذلك تستهدف أيضا السفارات في المنطقة بشكل عام، أي سفارة من السفارات الإسرائيلية، وأيضا تصعد نوويا، وكذلك تدفع أيضا فصائلها الموجودة في سوريا، حزب الله اللبناني، جماعة الحوثي، الفصائل في العراق، الفصائل أيضا الموجودة في المنطقة بشكل عام التي قد تكون لم تشارك، كلها تستهدف العمق الإسرائيلي، مع حقيقة ممكن أن تفعل العمليات الاستشهادية في داخل إسرائيل، ممكن على أي نقطة محتملة على الداخل الإسرائيلي في الضفة الغربية أو غيرها، وبالتالي من خلال هذه العمليات إن تمت لن تضطر إيران لضرب إسرائيل بالعمق، بل إن الفصائل والعمليات الاستشهادية حاضرة، مع ضربة تشبه الضربة التي قامت بها إسرائيل على القنصلية الإيرانية ممكن أن تنفذها إيران على إحدى السفارات الإسرائيلية الموجودة في المنطقة، وبالتالي إن حققت إيران هذا الشكل قد يكون شكلا مقنعا لطبيعة رد قوي، ردع قوي، وهنا من الممكن أن يكون مستفزا بشكل كبير بالنسبة لإسرائيل، مما يدفعها لردة فعل كبيرة، وإيران تعد لردة الفعل هذه على المستوى الميداني بشكل واضح. والمشكلة أن إسرائيل مستمرة في استهدافاتها باتجاه الفصائل في سوريا وحزب الله اللبناني، رغم كل هذه التهديدات ورغم كل هذا الترقب والتوجس مما هو قادم. على سبيل المثال في لبنان ليلة يوم أمس كنا أمام ضربة ضد إحدى النقاط الخاصة بحزب الله اللبناني هنا في البقاع، تلاحظ ضربة كبيرة جدا، انفجر هذا الموقع بالكامل، وكذلك كانت هنالك ضربات على عدد من النقاط صباح وظهر هذا اليوم على جنوب لبنان، ضربات مدمرة للغاية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، بل إن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم قال بأنهم انتقلوا وبدأوا بالانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم، على من؟ على حزب الله اللبناني. وكذلك تحدث بأن انسحاب الوحدات اليوم الإسرائيلية من خان يونس هو كله للإعداد للتقدم أيضا تجاه رفح، بالتالي إسرائيل ليس لديها تباطؤ رغم كل هذه التهديدات والتهديد والوعيد الإيراني، بالتالي المنطقة تبدو على صفيح ساخن في الفترة القادمة، وطبعا دائما وأبدا ننتظر ونرى